EFM كوثر الباردي دارنا العزيزة على EFM أحلى راديو لحداش وثمانية دقائق على أحلى راديو راديو EFM. هذه ساعتنا الثانية من دارنا العزيزة، احنا معاكم حتى النص النهار. بداية الساعة متاعنا ديما نقولوا فيها الدنيا زينة، إن شاء الله الدنيا زينة كي نغزروا لها زينة نلقاوها بقدرة ربي، محليها بمشاكلها بحلوها بمرها بكل شيء. لازم نشوفوا الدنيا اللي هي زينة. عهدي جمعاوي الكوتش متاعنا اليوم باش تحكي لنا على النظرة الأولى أو الانطباع الأول بالأصح في الكلمة، خاطر الانطباع الأول عنده قيمة كبيرة 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 كي تمشي باش تخدم أو باش تتعرف على شخص أو مقابلة الأولى. الانطباع الأول مهم جدا. نسمعوا عهد في الدنيا زينة. الدنيا زينة مع عهد الجمعاوي. اليوم باش نحكيو على الفيرست امبريشن أو الانطباع الأول. شوفوا الانطباع الأول، كنت تعرف كوثر إنه ديما حتى لو كان احنا مناش في المود متاع جوجمان ولا ما نطلقوش احكام على الناس، ورغم انه فما برشا ناس يطلقوا الاحكام بسهوله، ولكن نقولوا لي احنا ناس خدمنا على رواحنا وحسنا من مهاراتنا وطورنا من رواحنا لدرجه انه ولينا ما عادش نطلقوا الاحكام على الناس، ولكن تقعد ديما فينا حاجه مهمه انه اول لقاء لينا مع اي شخص ما يتنساش. اول امبريسيون لينا على شخص او اول انطباع خذيناه على الشخص هذاك يقعد ديما راسخ في اذهاننا. اليوم هذاك علاش نقول أنا مهم برشا إن نخدمه على الانطباع الأول. الانطباع الأول مش كان مع الانفستيسورك هاو، مع الكليون متاعك، مع بانكتك، مع الناس اللي تخدم معاك، مع الكيب متاعك، راهو مهم برشا. كيفاش تحضر روحك للانطباع الأول؟ هذه حاجة من أهم الحاجات اللي نجمو نخدمو عليهم. أول حاجة هو إن شكلا وهنداما لازم نكونوا محترمين. صحيح إذا كان أنا كمديرة مثلا ماشي باش نقابل أن ديزاينر، نجم جو تولير أني نقابل واحد لابس كاسك شعره طويل، لابس رويل جين مقطع اتسترا. سوف كو من المحبذ أنه حتى مهما كانت المهمة متاعك وإلا وظيفتك أنك تحضر روحك في الهندام. للأسف هذا راهو يخلق العديد من القوالب الاجتماعية، ولكن هذا ضروري جدا في عالم البزنس. يعني أنك تكون هندامك، ما قلناش لازمك تلبس كوستوم وكرافات والكل، ولكن أهم حاجة هي نظافة الهندام. كون هندام مستوي، يعني مش مكمش، مش شميز مكمشة ولا مريول مكمش، ولا لازم يكون محدد منظم نظيف ما في حتى بقعة. تشوف روحك مليح، شعرك كيفاش ممشوط، وجهك نظيف ما فيهش إشكال، عندك لابون مين سواء الرجال ولا النساء. قل لي كيفاش باش نعملوها للرجال، نقول لكم ما نعرفش. اما بالنسبه للنساء لازمك ترقد مليح الليله اللي قبلها، تشرب برشا ماء، تعمل كريم ايدغاتونت، ما فيها باش تحط هكا توش مكياج خفيف، ما هيش اوفر باش ما تظهرش اللي انت افر برشا في تجهيزك للمقابله هذه. دونك اهم حاجه هي الشكل، كيفاش انت تحضر روحك لها فيرست امبريشن، هذه انه العبد باش يقابلك اول مره. اهم حاجه انك تتلهي بروحك، كيفاش لابس، وجهك، ملامحك، شعرك، كلهم لازم يكونوا منظمين. الحاجه الثانيه والمهمه هي القول متاعك. اهم حاجه في اول لقاء وباش تحقق انطباع جيد انك ما تكونش متردد. لازمك تكون واثق من كل المعلومات اللي تقدم فيها. يعني وقت اللي تبدا عندك معلومه انت متشكك منها ما تقولهاش، والا قولها وقول راني متشكك منها، ولكن هذا مش محبذ زاد. ماذا بينا انه في اول لقاء باش اول انطباع يكون جيد ما تكونش متردد، تكون حازم مش صعيب معناها ولا متغشش، لا، اما تكون متاكد واثق، عندك ثقه كبيره في الكلام اللي تقول فيه. ثاني حاجه ما تقولش كلام غلط، باش نكبروا الكلمة بين الظفرين، ما تكذبش، خاطر ينجم يكون عنده سي في متاعك، ينجم يكون حل لينكد إن ولا فيسبوك ولا الأكاونتس متاعك في السوشيال ميديا وشاف بالضبط أنت شنو عملت وشنو قريت. دونك اللي تحطه على السوشيال ميديا ولا تبعثه في السي في، وإلا إذا كان فما شكون بعثك، معناها فما أن انترميديير، أون بيرسون اللي بعثتك للشخص هذاك ولا للمؤسسة هذيك، حاول أنك تكون متأكد من المعلومات اللي باش تقولها على روحك، ولازمك تكون حطتها هي نفسها كما هي اللي قلت. الكذب، ونعتذر هنا كلمة على الكذب لأنها كبيرة برشا، ولكن هي هذيك هي الكلمة اللي لازمها تتقال. ما لازمش نكذبه، لأنه إذا كان يفيق بيك اللي قدامك أنك كذبت عليه في أي حاجة وإلا قلت له حاجة ما هيش صحيحة، راهو للأسف ما عادش بشي يحكي معاك باتاتا. يعني
مهم برشا أنك تكون متأكد وتقول في كل ما هو صحيح. الحاجة الثالثة والمهمة والأخيرة في الانطباع الأول هي الآي كونتاكت، يعني حضورك الجسدي وخاصة بالنظر. لازمك وقت تبدأ تحكي مع شخص تكون عندك الثقة الكافية باش أنك تخزر له في عيني، باش أنك توزع الرقار متاعك على الناس الموجودين في القاعة الكل إذا كان هم برشا ناس. لازم يكون حضورك الجسدي، لابوستور متاعك مهمة، واقفة عندك بوستور تفر امبوزانت، نقولوا احنا تفرض احترام الناس، عن فيها ثقه، فيها قوه. وهذه راي كلها تقنيات تخدم معناها مع الكوتش، يجهزك لها كيما تحب انت. وفما نازد عندهم اني عندهم بطريقه يتولدوا بها، معناها بطريقه تلقائيه يتولدوا بها، موجوده عندهم من اللي هما صغار، ينجموا يخدموها شويه. ولكن الناس اللي ما عندهمش ما يخافوش، خاطر هي تتخدم، معناها ينجم يخدمها معاك ان كوتش ويجهزك للقاءات المهمه هذه، خاصه باش تخلي انطباع اول جميل ويخلي الناس هي اللي تعاود تتكلمك، هي اللي تحب تنفيستي معاك، هي اللي تحب تجري وراك ورا فكرتك. دونك ديما خليو الانطباع الأول في مستوى تطلعات الناس اللي ماشيلهم، ويحب ذا يكون أحسن باش تنجموا توصلوا لنتيجة جيدة. على خاطر إذا كان ما توصلوش للنتيجة وإلا تعطيوا انطباع سيء من اللول، لازمكم تنساوا وتفسخوا على الأشخاص اللي مشيتوا قابلتوهم في المقابلة هذيك. مع عهد الجمعاوي لحداش وربعتاش دقيقة، يعطيك الصحة يا عهد، اللي قلت الكل صحيح. لازم الانطباع الأول يكون ناجح باش تنجم هكا تكمل المهمة متاعك. توافق الرأي هكا ولا نوافق اي خاطر ديما الامبريسيون الاولى مهمه جدا. انا نعمل لها الف حساب في خدمتي في الدنيا في اما ما نعملش لي بريجوجي. المهم اني عمري ما الاحكام المسبقه هذيك لا اما ديما حاجه مزيانه كي تخطف لك النظر نتاعك باش تقعد ديما وبعد تكتشف الباقي. ايفيكتيفمون شحوي لك يسرى والله يسافا يهب الطقس، رجعنا الدنيا بارده بالكدا محليها البرد البنين. هذيك البرد البنين والخيرات هذيك ماما حليت سقطو كي بدا معنا انسان عنده فيرما ويفهم شنو قيمه هو هي. سبحان الله بالزهر اليوم خطفت انه بحذينا ذي في اليوم كوثر في الدومين الفلاحه، دونك باش يحكي لنا على مشروعه وباش يقول لنا على قيمه الامطار خاصه في البيريود هذه. قيمه الامطار كلنا فاهمينها، ان شاء الله ربي يعطينا خير ربي ينعم بالخير نتاعو. دونك قيس بالحاج معنا، صباح النور. صباح الفل مرحبا بك. صباح الفل مستمعي اي اف ام. مرحبا كوثر مدام يسرى. صباح النور قيس. صباح لباس والله الحمد لله لباس. دونك احنا توا باش نمشيو كوثر في من تونس نحكيو مع قيس. باهي من تونس مع يسرى المناعي. ايوه ولا في من تونس اليوم، ويربي ان شاء الله تونس كلها ديما نجاحات والعبيد يتبعونا ويعرفوا اللي بلادنا فيها برشا نجاحات، وخاصه وقت نلقاو شباب كيما ضيفنا اللي بحثينا اليوم كوثر يستثمر في حاجه تنفع الكبير والصغير. ونقول لهم حتى اللي يدبي على حسير، ونقولوا القيس صباح النور. قيس بالحاج صباح الفل. نحو لك لباس الحمد لله. الحمد لله خاصه اليوم اصبحتوا هكا منورين اكثر ما شاء الله. الحمد لله. ولا قيس دونك هو عنده ان بروجي ايكو توريستيك كيما يقولوها، باش يحكي لنا عليه منين بدا وين وصل اليوم. وكما كنت تحكي مع انت زكاثر في الاوف برشا حاجات مزيانين كيف ما لازم نمشي ما باش يعجبوني انا باش يعجبوا بنتي خاطرها ميم حتى حاجات موجودين عندها كبار وصغار خاطر احنا نحبوا نخرجوا في بلاصه خضراء كي نلقاو فيرما كيما اللي حكي قيس طوي كلنا عليها بالتفصيل. معناتها إذا كانت تمشي العائلة كلها تتمتع تمس التراب تنحي الخضرة تعيش نهار هكي حلوة برشا. ما نحرقولوش خليه يحكينا هو على البروجي نتاعه. فوالا اليوم نحكيو على تريزور دوتيك. تريزور دوتيك هي فيرما ايكو توريستيك، معناها نستقبلوا العائلات البحذانة في الفيرما، العائلات الجروبات الأصحاب بيبنا محلولين للعبيد اللي يحبوا يجوا بحذانة. عندنا ان ريستوران فيرمي في وسط الفيرما اقترحوا على معناتها العبيد اللي تجينا ماكله تونسيه. في الصباح نعملوا دي برانش فيرمي فطور صباح تونسي عربي زمني بالملاوي والزيت الزيتونه والعسل والجبن اجواء التونسيه الجو التونسي معناها 100%. و
من بعد ابارتير من نص النهار نهار ونص نعملوا فطور قايله. فطور قايله سي دي غريادة لاباز معناها مشوى ونعملوا قله ونعملوا حاجات كيما هكا شهيتنا قيس. زيد على هذه الهيم برشا انكم تبيعوا المنتوجات نتاعكم نتاع الفيرما دونك البروجي انت معناتها هذا اللي يعجب واحنا نحبوا نشجعوا العباد تصدم وتعمل مشاريع خاطر كي يعمل مشروع لازم يخمم فيه كيفاش يكون ناجح. دونك انتم لميتوا تبيعوا لي برودوي نتاعكم ينجم الانسان يفطر ينجم يعدي النهار نتاعو يتفرهد ويشوف حاجه معناتها ياسر شبابه. دونك حاجه على الاخر هايله والمنتوج نتاعكم كيما شنو مثلا؟ المنتوجات نتاعنا توا نعملوا معناها كل موسم والمنتوجات نتاعو حاليا توا قريب نكملوا الموسم نتاع القناريه الحمراء. احنا معروفين بالقدا بالقدا تقشير القناريه نبيعوا القناريه مقشره حاضر القناريه الحمراء معناها مقشره منظفه مريقله ما فيهاش حتى نوع نتاع مواد كيميائيه لا مواد حافظه لا مواد ملونه لا حتى نوع من المواد الكيميائيه. نستعملوا القارص والماء في التنظيف والتقشير وكل شيء. دونك هنا العباد تشريها اما انا سالت قبيله ونحب هنا اجابه تتكنجل القناريه تتكنجل وفيها دي تكنيك في باش تعملها معناتها تكنجلها اللي قالوا هو لك هذاك هي تتقشر ومعناها تتقشر وتنظف بالماء والقارص وتغلي بيان سور في الماء معناتها فوالا بلانشي تتباع حاضرة ما كنجلتش بالكل لا ما كنجلش شيء اموركم واضحه نعمل قناريه نعمل طرف جلبينه صح فما مواسم ناخذوا كي تربخ بيان سور العباد تشري القناريه فما اللي عندهم اما تاخذ وقت تاخذ وقت وكي تلقاها حاضره تاخذ برشا وقت وجهد وكل جهد ووقت ويديك نهارين تعملهم بالقارص باش تضحك الوحده نتاع القناريه دونك كي تلقاها حاضره نعفيوكم من التعب هذا الكل اخدموا على رواحكم وعيشوا مرتاحين نجيبوا لكم احنا القناريه مقشره حاضره امورها واضحه وكما اكدت عليكم اللي هي بالحق خاطر يقولوا لي كيفاش تصبر وكيفاش ما تكحالش وكل شيء سي دي تكنيك غون ميغ تاع الودو تاع قبل بالقارص والماء وسهله وفوالا ونوصلوهم كما قلنا الماني ادوميسي خلاف القناريه شنو عندكم بخلاف يخرج بخلاف القناريه عندنا حاجه اخرى معروفين بها برشا زاده في الصيف تو ان شاء الله باش نبداو فيها على قريب اللي هي الطماطم المعجونه. الطماطم المعجونه نبيعوا نعملوا ان كونسونتري دو طومات ما فيهاش ملح ديما عندكم حاجات تحضروهم كاينك في الدار اي كيما في الدار بالضبط احنا جوست اون جراند كونتيتي باهي برشا والله فكره هي نعملوا طماطم المعجونه ما فيهاش ملح ما فيهاش كولورون وما فيهاش كونسيرفاتور وما فيها حتى حاجه ابار طماطم سي 100% طومات وما شاء الله نتصور متاكد فما برشا كليونات من اللي خذوا من عندنا ويسمعوا فينا ويفون كونفيرمي معناها معناتها الكاليتي الباهيه والكل معناها مش بالساهل بالتعب باش عملنا اون باز دوني نتاع عباد نتاع كليونات اللي وثقوا فينا. كيفاش جاتك فكره المشروع؟ فكرة المشروع هي راهو عندها من 2014 من 2014 أنا بديت فيه المشروع. أنا كنت نخدم في السينما في معناتها دوميني هو السينما دونك من بعد جاتني الفكرة باش بدلت كومبليتمون الدومين نتاعي تعديت بين بروسيدور طويلة وعريضة اترافير الدولة خذيت أرض فلاحية عن طريق الدولة نحكي عن طريق لابيا والبينة دونك بدلت الفوكاسيون تاعي جمله وبديت اون بروسيدور ادمنستراتيف مانيش باش نحكيو عليها طويله برشا اما لازم وسع البال هذيك برشا وسع بال وبرشا صبر انا توا اللي نحبوا نشجعوهم اصبروا اي برشا صبر وبالمناسبه هذيا جوست لي دارات جوست تخدموا خدمتكم هكا ما تعملوا حتى شيء زايد الخدمه في وقتها الدوسيات معناتها ماذا بينا باش العبد ما يتعطل شيء رانا اربع سنين باش وصلت كملت لبروسيدور ادمنستراتيف هكا نتعداو تو دونك بديت الفكره نتاع المشروع فلاحي 100% فلاحه بدينا نخدمه بشويه بشويه من بعد بديت نأقلم في المشروع بارابور للبلاصه نتاعو وين بارابور لخصوصيات التربه بارابور للامكانيات الماليه نتاعي انا بارابور لبرشا حاجات حاولنا نعملوا مشروع معناها ما يواكب الوقت نتاعو وياخذ معناها كيفاش نقولوا احنا ياخذ بعين الاعتبار الظروف الكل مع بعضهم دونك انا ما عنديش تمويل كبير الحكايه كلها تمويلات ذاتيه معناها فلوس نتاعنا احنا فهمتني حاولنا نعملوا مشروع كما قلت لك بشويه 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 بعد جات ظروف كما الكوفيد بار اكزومبل اي رصات العباد الكل الكوفيد انا قبل الكوفيد معناها مازلت كي لانسيت ان 2018 2019 بدينا نخدموا
اون سي سبيسياليزي في لي ليتو نخدموا لي ليتو ونبيعوا براتيكمون معناتها للريستوران الكبار في تونس الكل بدينا نعملوا في اسم بشويه 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 تو دانكو جا الكوفيد سكروا لي ريستوران الكل وانا عندي اون تري غراند برودكسيون موجوده ديجا حاضره عاملين ان بلانينغ باش نبيعوا للريستوران قعد لي ليتو الكل دونك عملت انا وزارعين شويه حاجات اخرين كرومبو بروكلو حاجات اخرين دونك ما نجمتش نقف سلعتي كيكه هزيت الكهرباء بديت نعمل في ديليفريزون بشويه بشويه عملنا يو باج فيسبوك بدينا خاطر العباد وقتها كلهم يخافوا زاده من الكونتاكت ومن الخروج والدخول حاولنا نسهلوا على العباد عمليه القضيه معناتها كوتيديانمون نجموا نهزوا لهم قضيه وان ميم طون باش انا زاده سلعتي ما تقعدليش بعنا منعنا اللي نجمنا نمنعوه من بعد معناتها فما برشا معناتها صار اتلاف معناتها في السلع مالوريزمون مش مشكل قلنا كهو ولا غالب سافي بارتي دو جو بديت نحاول نخمم في اكتيفيتي اخرى ابار الفلاح باش ما نقعدوش ديما كي تصير مشكله في سيكتور معين نيقف حاجه تهز حاجه بديت في البيريود تاع الكوفيد الدنيا كل مسكره بوندون عام على عام ونص بديت افيك دي مويان تري سامبل حاجات نتاع روسيكلاج بديت نحضر في ان اسباس فاميليال في وسط الفيرما باللوح المستعمل باللي باليت بحاجات كلهم مستعملين ندبروا حاجات مستعملين نركبوا نعملوا كل شيء خرجنا ان اسباس مزيان وبدينا قلنا علاش ليه نقبلوا يجيو بحذنا خاطر يجيو بحذنا احنا معناتها العباد اللي شريوا من عندنا الخضره يستقربوها بشويه بشويه يقول لك توفى اليوفا الكوفيد وتو نجيو بحذاكم وكل شيء بشويه بشويه بداوا يجيو بحذنا العباد باش يشريوا الخضره سور بلاس بيسكو احنا ماناش بعد برشا دونك حضرنا ان اسباس بوغ ماني بوغ اكوير لي كليون اللي يجوا بحذانا يلقاوين يقعدوا شويه تواول شويه كريسي سي تري سامبل لو كونسيبت ماني ويجيبوا معاهم راه قهويهم من الاول وفطورهم عباره بيكنيك في بلاصه يروحوا في خضار في بلاصه طبيعيه في بلاصه سيكوريزي في بلاصه قريبه يعملوا جو من بعد بداوا يقولوا لنا اعملوا لنا هكا عودوا انتم اعملوا لنا شويه فطور عودوا انتم كذا بدينا احنا بدنا نتاقلموا مع مع الحاجات بدينا بشويه بشويه هكا تبدا يعطيك الصحه اونسي لونسي من بعد يقولوا لنا ما احلاها الهريسه نتاعكم ما احلاها نقول لهم راهو احنا نعملوا فيها دونك ولينا نخدموا في دي كونتيتي اكبر شويه باش نبيعوا باش نوصلوا عملنا اون جام دو برودوي كي ربي يحب يحلها يحلها ايوه مع برشا صبر مع صبر وخدمه فولونتي وخدمه صبر وخدمه هذا هو احنا ديما كوثر الهدف نتاعنا نشجعوا عليه وحتى راهو حتى حكايه البيروقراطيه الناس كل تتعرض لها والناس واحنا ديما نحكيوا عليه البوان هذا ونحاولوا نوصلوا اصوات الناس باش يسهلوا للشباب سورتو كي تلقى معناها دوله تعطي لا راضي اما الخدمه من بعد السفل دونك لي برودوي نتاعكم اللي تبيعوهم خلاف الطماطم الجناديه اش عندكم اخر عندنا كوستي قمح انواع الكوستي عندنا معجون معجون نعملو كل سيزون سيزون تاعها ناخذو ما عندناش احنا معناتها الغله في الفيرما معناها الكل دونك نشريو من عند عباد اللي بحذانا اللي ما يداويوش لو ماكسيموم بوز معناها عباد اللي سي ان واحد كيفاش نقولوا احنا معاملات نتاع قرب معناها مع العباد القراب بحذانا تتعاملوا مع بعضكم ناخذوا البرتقال ناخذوا القارص ناخذوا الفريز خاطر ما شاء الله بلاصتنا معناها تنزرع فيها كل شيء فوالا وتوا زدنا طورنا رواحنا شويه وعملنا بالشراكه مع تونيزي اكوابوني اون ستاسيون داكوابوني ما عادش كان عندكم فكره على الاكوابوني نحب نستغل الفرصه الاكوابوني هي الزراعه المائيه طريقة نتاع الزراعة تقتصد في الماء برشا حتى 90% وما نستعملوش فيها المواد الكيميائية جملة الفيرتيليزاسيون معناتها التغذية نتاع النباتات تصير اترافير الحوت دونك نربيو حوت والحوت اللي معناتها الماء اللي يعيش فيه الحوت هو اللي نسقيو به الخضرة يبدا فما ان سيركوي فيرمي والماء الزايد على حاجة النباتات يعاود يرجع للحوت دونك سي ان سيركوي موجود عندنا في الفيرما الكليون تاعنا الكل يجي ويشوف ويعملوا ديريكول زاد من الستاسيون تاع الاكوابوني حاجه حلوه ومزيانه ويراو بها معناتها انت سي كونكري ترى كيفاش نقتصدوا في الماء بطريقه كونكريت هي لا برشا بالحق تشجع ان شاء الله بقدره ربي اللي باش نجي ونجي وحضر لنا بلايصتنا حضر لنا عجتنا ان شاء الله ان شاء الله عجتنا تحب العجه موزفزه ولا موزفزه عادل يحب العجه الحضر العادل انا مش سفيان المخرج نتاعنا قالك حاطين باش يجي صايب
سفير كي يخرج يصوم ما يكلش. شهينا شهينا على قسمنا الموزوز موزوز واللي مش موزوز. لازم ليكيب نتاعنا دارنا العزيزه الكل نخرجوا ان شاء الله مع بعضنا ونعملوا منا نشوفوا الاسباس الحلو خاطر شرهتنا على الاخر ومنا احنا نعديو نهير زيده هكا نفسيتنا تبدا خير. عرفت ميرسي قيس ميرسي مرحبا بك مره اخرى يعطيكم الصحه ان شاء الله. وان شاء الله لي جون الكل هكا ياخذوا منك فكره باش ينجموا ينجحوا يصبروا ويخدموا طب قدرة ربي كل واحد يوصل اللي يحب عليه. بعد البوب يجينا أسامة صافي في اس او اس اي اف ام توت سويت البوب. رجعنا ل 11:29 دقيقة. ليش شوكيني خاطر بالموضوع اللي قاله لي أسامة قعدنا. يا سيدي مرحبا بكم مرة أخرى في دارنا العزيزة حتى لنص نهار. أسامة كوخرتني أنت تشجج بيلك وربيع ونبدأ نصدم فيك بالمواضيع اللي عندي. خاطر الموضوع اللي قلته لي طوى خليك تقول أه شنو عصابة أي متعنسي عصابة متعنسي في سوسة أي يا رسول الله والله والله مازلنا نسمع وتبدل أيه. الموضوع تبدل الموضوع انت قبيله قلت من هلال ل 11 يحتمل ما نحكيش فيه. اعطينا الجنجل تاعنا اعطينا الجنجل تاعنا نحكي واسوس اس او اس اي اف ام مع اسامه الصافي. دونك كنا باش نحكيوا على السيد ديزون متحرش اللي قدام بيت العمران واللي هبطوا تصاوروا وفضحوه بعض الفتيات اللي يقوم بافعال شاذه قدام المبيت ولكن لحد الان ما فما حتى متضرره عندها الجرأة انها تحكي. معذورين انا حبيت نخوهم حتى باسماء مستعاره ولكن ديما رقمي مفتوح 58 550 707. معذورين يا اسامه باش يبعثوا كل وحده كيفاش تقول لك انا انت جاي نقرا باش نتعرض للمشاكل باش نتعرض تعرف من لوكوهمش اي سورتو الحكايه فيها تهديد ولات فيها تهديدات دونك اكيد انه فما خوف اي بيان سور اي لي خلي القضاء ياخو مجراها ما احنا زاد راهو لازم نوضحوا الصوره للراي العام نحكيه ونفسره ومن نجم يحكي على الموضوع كان انسان عاش الحادثه وشاف السيد هذايا وعاين الموضوع وكلزم السيد اللي وصل صوره يلا مش هذا موضوعنا نرجعوا له غدوه بعد غدوه وقت اللي نتحصلوا. موضوعنا اليوم نحكيه على عصابة متاع نساء. الله الله قطعون نشوفوا احنا بالصور باش نعرضوا بعض الصور للموضوع هذايا جوست كوثر نعرفش انا فما واحدة من المضرين من ولاية سوسة باش نحاولوا ان نتصلوا بها صدقني معناها نسيت باش نبعث نمروها الأنسة هي تسمع فينا أنس رمضاني تطيخوا التليفون إجا أنس خذوا في ورقة باش نقولوا لا سيبون سيبون تنبعثوا الأنس أنا في كل الحالات سيبش يجيك النمرو اتصل النمرو يا أنس خاطر تحصلت عليهم بكري شوية دونك هي واحدة من المتضررين من عصابة النساء هذيا مدام سلوى اللي تو تحكي معنا بعد شنو هي تفاصيل الواقعة. أنا جوست باش نعطيكم بسطة على الموضوع اللي سمعته على العصابة هذه وخليني نخدم على الموضوع بإصرار أنه يدوروا من منطقة لمنطقة تقريبا كل معتمديات سوسة داروا عليها وكل مرة يجينا تبليغ من بلاصة يدقوا على الديار يستغلوا انه نساء وحدهم مش في نفس النهار كل مرة كل النهار وقسموا اليوم مش تخدموا على السيكتور متاع سهلول سمعوا بها على الأقل موجدين بعضهم علاش حصلوا بالضبط أي. اما 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 راهو كي تجيك امراه وتباختك وانت وحدك في الدار راهو تسمعوا الشهاده بعد راهو راجلها يخرج منها والعصابه تجي منها وجودي بيان عصابه خاطرهم ثلاثه ومعهم زوز رجال للحمايه ما يظهروش في الصوره ولكن اللي يدقوا الباب ويخلعوا الباب هما ثلاثه نساء. معانا واحده من المتضررات من بوحسينة سوسه مدام سلوى صباح النور. مرحبا بك سلوى. بخير مرحبا صباح النور يعيشك يفضلك يخليك مدام سلوى. هل انه نجم نقولوا على نساء هذوما مصطلح عصابه نسائيه؟ عصابه اي عصابه والله. كيفاش شنو اللي صار عليك مدام شنو اللي صار بالضبط وكيفاش واجهت النساء هذوما وشنو اللي عملوا معاك وقت اللي لقيتهم قدام باب دارك؟ انا كاي ام تقوم الصباح بكري باش تحضر صغارها يقرا و7:30 خاطر في صغاري يفطر الصباح نسمع كان في تخلخيل الباب الدار هي دكول حكايه بديت من الصباح راجلي الصباح مش يخدم على روحه 6:30
تلقى ثلاثة نساء وزوج رجال بحال الدار هيك يحبوا يخلعوا الديرو اللي بجنة نتاع عمو يا اخي قال لهم فاش تكمل تردهم على اساس حكيت عبيد راجل تما شنو حكي ومشى يخدم على روحه. حاولوا خلع باب في الصباح اي حاولوا خلع الصباح باب راجل يخطبهم عبيد عركه من عاش ما مش فاهم الحكايه راجل تردهم فهمت باب بتاع حد اخر جيرانك معناها بتاع امه قتلت بجنبنا بجنبنا اي بتاع عمو عمو اي اي بعد كي ما انا طبعا نص نوكل في صغاري اللوطه في داري نسمع كيف تخلخيل الباب بالقويه راه كنقول لك تخلخيل البيبان بالقويه مش نورمال نضرب نطلع تضربين الكهرباء كهربتي برا خرجت بالبيجاما ليك حشينا خرجت نجري انا على خاصتي نجري نلقى كيفي وحده جدتني من شعري هبطتني في القاع حبت تفك لي تليفوني بديت تضرب فيا كنقولكم في الدرب دخل من غير حتى شيء من غير ما قالت لك حتى كلمه ديريكت استعملت معاك العنف ديريكت العنف سرتي تتفرج من فوق يا دارها بجنب داري حطت مسكينه باش تجي تشوف باش تنقذني وكلات ريحه يعصوا فيها كان يقول لكم بسقيها اي نكب بالضرب بالبني على راسي وهي يعصوا عليها بسقيها والله والله راني سكين تو اقسم بالليله لقيتها امبارح ضربوكم وبعد هربوا ولا ضربوكم ودخلوا لا ضربونا والعبيد كي زيرات هكيك العبيد وشحمه وسمعت العياط دخلوا شدوهم جيتو احنا كلموا الحاكم وانا كان قاعد نتكلم باتصال مع الحاكم جيت الدوريه هزتها جيت الدوريه قبضت عليهم ديجا اي قبضت عليهم الدوريه بي اي معناها هما جاوا هجموا عليكم الغرض باش يضربوكم وكهو ولا الغرض اخر السرقه هما غرض السرقه اي باش عرفتوا انتم الغرض السرقه خاطر تفك في التليفون تقول ها في يدها التليفون ها في يدها التليفون والاخرى تكسر تحب تكسر في الكهرباء والكاميونه ما في بينهم فما حاجه لداخل معناها حبوا يسرقوا لك تليفونك حبوا يكسروا بالنار الكهرباء باش يهزوا منها شنو ينجموا يهزوا حاولوا اقتحام المنزل حاولوا يدخلوا لداخل في وسط دارك حاولوا اني خاطرني خرجت ديريكت لبرا ونعيط على صغيري نقول ما تخرجوش ما تشوفوش ادخلوا الداخل. وهذا الصباح بكري يا انت قلت 7:30 راجلك 6:30 راجلي خرج و 7:30 انا دخلوا لي للدار 6:30 هذوما قايمين معناها كلهم نشاط تبارك الله وماشيين بغرض يعني السرقه. تخيل 7:30 ما ينجمش تخيل 7:30 يعني كمين مش في دارو احنا حتى في دارو اللي يخاف شنو هي هيئتهم نساء احنا قاعدين نشوفوا في بعض الصور ولكن نقول انا معناها حتى الجهامه موجوده معناها قادرين انهم صورتوهم انتوما اي قسما بالليل انا نجمت حتى ندافع على روحي اقسم بالله الجهامه اللي كي هبطت عليا قسما بالله حتى باش نمد يدي ما نجمتش والحادثه هذه فما شكون صورها ما صورتوها معناها انتوما هاي صورنا الفيديو وهم يضربوا فما كاميرات سيرفيونس صورت الموضوع معناها ليه كاميرات تليفون تليفون, تليفون فما شكون صور هو جاب ربي صورتوها على قلب باش تبدا عندكم في بيته ما على الاعتداء وقالت انه خلطت عليهم الحاكم شدوهم العبيد في الشارع اي شدوهم العبيد مخبوا يهربوا هم وشدينهم العبيد والرجال اللي معاهم دخلوا ولا هربوا؟ هربوا لا لا هربوا دوبا ما دخلوا نسيه هما هربوا رجال اي نسيه هذوما اللي قلتوا عليهم نفسهم اللي عملوا الديار اللي قبلك عرفتوا اللي هما نفس الاشخاص نفس الاشخاص نفس العصابة نفس الجروب نفس المواصفات نفس العصابة ونشطوا في ولايات أخرى لأنه أنا جاتني بعض الشهادات من معتمدية مساكن القلعة الكبيرة البرجين برشا بلايس يستغلوا الشارع الفارغ الوقت 6 متاع الصباح ويستغلوا أنه مرأة وحدها في الدار أنه ما فماش راجل في الدار ويقوموا بعملية السرقة هاتف ساك يدخلوا أول حاجة باش يلقاوها في باب الدار يهزوها دونك هذه خدمتهم وهكا قاعدين يتصرفوا بمنطق العصابات المرأة قالت لك مدام سلوى ما حكيوش معها حتى كلمة ديريكت حاولوا يعنفوها ولا لعب والله باهي انت مشيتش عملت مكافحه في مركز الامن معاهم حكيتش عيطولكش مثلا تعرفتش عليهم المركز اي عملت مكافحه سلفتي معاهم انا دخلت خاطرني متضرره على الاخر عطيت اقوالي واليوم هاني في سبيكارتي ديجا موجوده باش ناخذ شهاده طبيه من عند الطب الشرعي فما ضرر انت ضروك معناتها تضريت انت وسلفتك لاباس ها؟
اي الحمد لله، هو لما حاله ما يجي ضرر كبيره ما الحمد لله، واحد ديما يقول الحمد لله الحمد لله اللي اعطاه ربي الحمد لله والله. ملا لعب كنت تنجم معناها تصير حكايه كبيره، كنت فما يكون خسائر بشريه معناتها هذوما قادرين انهم يقتلوا نفس بشريه اللي يصدم على دار تليفون. قادر باش يعمل كل شيء وخلع، تقول لك بداوا بالخلع اول ما بداوا، مش دقوا الباب وحبوا ديريكت يحبوا يخلعوا الباب، وباش تسمع انت الحس بيان سور باش تجي تحل الباب فهمتني، ديريكت يتوجهوا للعنف، ديريكت يحاولوا انهم يضربوك، يحاولوا يهزوا باش يهزوا تليفون في يدك، ذهب في رقبتك، اي حاجه انت لابستها يحاولوا ينحيوها لك، كان ساك كان حاجه. الحمد لله انه تم القبض عليهم، اي الحمد لله، اسبر بيان انه ياخذوا جزائهم القانوني، لانه بصراحه ماما هاني قلت لك انا بكري استغربت، قلت لك احنا وين عايشين في الفافيلا مثلا هي. في البرازيل في كوبا ماني راهو مش استنقاص من احنا الاسبوع هذي رانا عدينا راجل تحرق في داره ومات، عائله زدموا عليها في وسط الدار، فهمت هذه الحكايه وليت يعني رد بالك في وقت قصير جدا حاجات معناها تصير وفي والناس في وسط ديارهم ما عادش نخافوا من الشارع، ما عادش نخافوا من الشارع، وليت في وسط دارك وخايف دارك، دونك هذه تولي كارثه حقيقيه معناها بالحق يلزم حل فيها كبير، حل يلزم حل، الامن نتاع اهم حاجه احنا نطالبوا بها. شنو هو الامن؟ نوليو شو نطالبوا بانه نبنيو سجون ما اكبر، نوليو في كل ولايه سجن باش هالمجرمين هذوما ياخذوا جزائهم باش بالرسمي. ما انا ما عادش لاقي حلول، اما الانسان ما عادش امن. مش عندنا احنا مواطنين قاعدين توا احنا نحكيو وانا قاعدين نحكيو كاننا انا وياك توا زوز مواطنين في قهوه يشربوا في قهوه ويحكيو المشكل اللي صار كذا كذا، ما عنديش حل. احنا صح. قاعدين توا نقولوا شنو اللي صار، الحل لازم يلقاوه معناها اهل الاختصاص، يلزم حل المشكله هذيا، الحل الامني، الحل الامني يلزم يتوجد، لازم خاطر بالحق ولات الحكايه تكثيف الدوريات. اخويا انت توا كي تخرج تخدم تخاف على دارك بيان سور، فهمت، تخاف على مرتك باش تمشي تعمل قضيات باش تمشي تعمل امورها، ولا انت خرجت وهي في الدار ولا فهمت. وسامحني والراجل شنو سيد بوغليده قال وحده والراجل ما زاد والله ساعات ساعات يقولوا ما تخرجوش الصباح بكري ما تخرجوش الليل مأخر ما تمشيو ما فماش حتى حل، فما بيت تروح السبعة نتاع نتاع الليل راهم الخدمه، فما بيت تمشي تخدم الفجر في الظلام، ما عاد ما عاد ما عاد حتى شيء مضمون. لا اللطف يا خويا ان شاء الله ربي يسترنا، امين يا رب. اما مشكور الامن اللي شد العصابه هذه في وقت قصير، اما كما قلنا عنف المدارس لازم كل يوم اسمع تعرفش لقيت روحي كل يوم نقول لازم حل المشكله هذه، لازم نقاش في المشكله هذه، العنف يلزم حل ونقاش، الامن يلزم حل ونقاش، ايش لي من شنو شنو اعطيني حاجه عندنا توا مانيش باش نحكيو فيها ومانيش باش نصلحوها. كل شيء تقريبا ما عادش ما عادش حاجه ما سلاح كامل شامل وكامل، ان شاء الله ربي يسترنا ان شاء الله، يحسن العاقبه ان شاء الله. مش معناتها هذه رعب للناس ولا العبد يولي معش يحس براحه في داره الا خاطر ما تعرف، احنا نحكيو على حاله صارت راهي مش معناها تونس الكل، اما لازمنا نردوا بالنا والاحتياط واجب. وبالنسبه للنساء اللي مثلا في الدار وكل شيء تقرا حسابها ينجم يكون هكا، مش تقول هاي مرأة سخفتني ما تحلش للغرباء جاتني مسكينه ادرا شنو، لا 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 ما عادش فم ما عادش باش تتقطع ساعه ساعه الرحمه، وانك تسخف على حد صحيح. جيك للدار ما تعرفوش ما لازمك ما تحلوش الباب من با من با من با, من با. فوالا هذا هو، يعطيك الصحة يا أسامة، إن شاء الله نهارك زين ونهارك أسعد الأيام. دكتور شاطر صباح النور. نهارك أسعد الأيام، عايش صباح الفل، عايشك حتى تريكيل، فما حاجات أخرين مش ريكلوهم زاد أبار العنف تريكيل في شنو زاد؟ فاش نحكيه احنا ديما؟ احنا في الصحة، إي احنا في الصحة على الأقل اللي نقدروا عليه، اللي نقدروا هذا نقدروا عليه بحول ديه ولبس، هذيك حاجة مزيانة هذيك اللي يخلينا ريت السويعتين اللي نعملوا فيهم احنا أو الصحة أو كيفاش ندبروا ناكلوها وشوية كذا وكذا، على الاقل عندنا التنفيسه هذه على الاقل. بون يدخل لنا اسامه بالحكايات ديما حكايات مهمه، اما مهمه ما نعيشوش كان هكا مع رواحنا هكا فوالا. دونك شد الريقله تو سويت، شد الريقله مع الدكتور شاطر في
شد الرجله كما قلنا التحدي نتاعنا مع دكتور شاطر أمس تجري كيدي في ماراثون ناشطة ناشطة تبارك الله عليه ناشطة دونك التحدي هو انه باش تعملوا ريجيم نتاعكم مع دكتور شاطر كما قلنا خذينا الاسبوع الاول مهدي من بنزرت واعطانا المعطيات الكل ويتبع في الريجيم نتاعو اكيد باتصال مع دكتور شاطر وباش نشوفوه الاسبوع القادم قديش نقص خاطر بعد اسبوعين كما قلنا المتصلة الثانية كيف كيف إيمان هكا اسمها يظهر لي كيف كيف باش بسمة دونك بسمة باش تعمل زادة كيف كيف الرجيم متاحة ويتواصل التحدي اليوم الأربعاء ونهار الجمعة نزيدو ناخذو تليفون آخر المتصل آخر دونك نقولوا ألو للتليفون متاعنا ألو مازال تليفون دونك اللي باش يكلمنا او اللي باش تاخذو في التليفون توا انس باش سي بون تليفون نقولوا الو مرحبا اهلا صافي صباح الورد مرحبا بيك صحوتك يا غفوره يعيشك يا لاله مرحبا بيك يا صحتك يا غاليه الحمد لله شكون معانا ليلى الرياحي مرحبا يا ليلى يعيشك يعيشك مين تكلم فينا ليلى من تونس من تونس مرحبا بيك يلا باش تربح الوقت وتعمل كونسلتاسيون بيا خليك طول مع دكتور شاطر اي اختي ليلى مرحبا ونهارك اسعد ليا من المقدمه نتاعك ظاهره امراه تحفونه سامباتيك وخفيفه ويظهر لي باش تمشي امورنا كيما يلزم طول ديريكت ان شاء الله ان شاء الله الو اختي ليلى قداش عمرك ليلى انا عمري 70 سبعين صلي يعني تبارك الله به ياسر عزيزه اه لا لا عزيزه لا ماكش عزيزه انتي عزيزه عزيزه على القلب لا تو البحوث والحاجات الكل ماشي على اساس للعباد باش يعيشوا في صحه جيده مده اطول معناها 70 سنه مازلنا المهم قلبك قلبك شباب انا نحس روحي صغيره مازلت صغيره هذيك هاو اللي تحس فيه هذيك هاو صغيره وكذلك هذيك هاو شاري نعمل له قربيته منه ميوش الويش نقول لك انا ميزاني يطلع ويعبد اي الويش قداش معناها توا قداش توا 105 يمكن 105 اي اوكي وطولك قداش 156 باهي وفماشي امراض فماش حاجات زي ما نعرفوا عليه وتاخذ تم تاخذ وين يعني منظمه وتبع عند طبيبك اي عندك منظمه وبدوي اللي تاخذ فيه معناها دمك مريقل اي الحمد لله به وطبيب نتصور اللي تعدي عنده اكيد اللي قال لك راهو اذا تحب نقصوا في الدواء ولا نحسنوا في التونسيون راهو الميزان لازم ينقص خاطر بلي عندنا برشا عندنا نعرفوا زي نعرف اما انا اللي ما حبش يفهمني اي انا ما نخرجش برشا فهمتني اللي مش كثيرة اي نمشيش باش على ساقية فهمت اي نمشيش نخرج ما نحبش نخرج فهمت علاش ما تحبش تخرج ايش نقول لك يا كوثر ما عنديش قليل ما نحبش نخرج انا من صغيره ملي انا صغيره اي تحب الداء نحب الداء قاعدتي هون يعني راجل يقول لي كنا نقولوا انا كنت تحذر راني في الدنيا اما انا تقول لي اسم بيت مخرج اي ايه انت تحب القعده نتاعك عندك طقوسك وعندك امورك وتحب روحك في الدار اي نفهمك نفهمك اي اختي ليلى انت حسب رايك انت كي تشوف روحك شنو هو اللي تصوره خليك الميزان نتاعك طلع حسب رايك انت انا شنو باكي البات البات كل يوم في طبيعه مش ما يديش كل شيء شبعانه منيش نرقص صحيح به كنس الكل ليلى لا اي هذه حاجه مهمه ياسر قلتها والله اللي يدير مشكل اللي فيه صراحه اي هما ياكل نرقص به تعرف علاش اذا خاطر اذا كنت قد ما تغلبت
صغيره مش حاجه كبيره. فهمتك يا ليلى. شوف اختي، اذا الاحساس الشبع نتاعنا مربوط بالمعده كاو راهو يغلطنا، اذا نستناو المعده تعبى راهو نفوتوا اكثر من بدنا. شنو التالي؟ يعني شقط التوالي تتعبى حتى لو كان نيجي حاجه صغيره هاي نرقص مش حتى لو تلمون حبيها. ليه 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 اما حاجه كي نبدا نقولوا صغيره ولا نسهر معناها اي وواحد كيسهر 15 بكري 15 على 5 ونص باهي باهي 15 بكري في نسهر برشا كي نقول نلقاش روحي داكور ونعمل حتى تبع جبن وبديله صغيره خبز باهي اوكي. اوزلي تو سؤال اخر يهزنا لشنو نوع الرجيم اللي يمشي معاك خير. انت شنو اللي تخيلوا ما تنجمش تقاومه كي تعمل رجيم؟ يندرى كي تجوع ما تحملش الجوع كيما قلت لي توم يجيك شنو، ولا ما تحبش ما تحملش تشوف حاجه تحبها وما تاكلهاش؟ قلقني كي نجوع باهي ما تنجمش نكل فيها برشا اي ما نجمش نشوحها باهي. دونك ما نجموش نخدموا لا على كميه الماكله ولا نجموا نخدموا على الوقت نتاع الماكله، خاطر هذوما نوعين نتاع الرجيمات اللي يجوعوا. ما نجموا نخدموا كان على نوعيه الماكله، يعني باش نخدموا على اساس اللي انت باش تاكل قدر تحبوا في اي وقت، اما باش نحيوا الدهنيات الزيوت والزبده والمايونيز والجبونات والشحومات اي بشويه عاد اي مازلنا عن اللي من بعد انا مبسس قاعد جايك للرسمي ويزمنا نوقفوا زاد الحاجات اللي كي تدخل تولي شحم، اللي هي السكريات، السكر، الخبز، العجين، الغله، الحاجات نتاع التنويش اللي ما البدن ما طلبهمش والمخ ما طلبهمش. دونك هذوما كي نحيهم باش يقعد لنا البروتينات، يعني اللحم، الحوت، الدجاج، الابيض نتاع العظم، كسكالوب مثلا، والداند هذوكم الكل. مش مشكله كان قص التليفون ارجعلها وتسمع فينا ليلى. ويقعد لنا الخضر، الا الخضر اللي فيها السكريات، يعني باش نحيو البطاطا بالطبيعه، نحيو السفناريا، باش نحيو البتراب والقرع الاحمر خاطر فيهم سكر. الاخرين باش يقعد الخضر الخضراء الكل. تو قيد قناريه زاد تنجم تصمت في مثلا في الليل باش تسهر تعمل تصمت كعبتين ثلاثه قناريه وتوسع تعمل عليهم كيف. تنجم تعمل سلطه مشويه، تنجم تعمل سلطه خضراء، تنجم تعمل معناها حسب ليلى كيما قالت لك تجوع في الليل كي تسهر تعمل مثلا هي قناريه كيما نقولوا تصمت القناريه. حست روحها جاعت تعمل سيارة قارس على الجنارية تقعد تاكلها الكعيبة بطريف بطريف تتحس بالشبع وكليت حاجة وحتى هي... وكان مازلت شبع جعنا شوية شوية يغرت معها لو مقلقش نشي يغرت ولا كعيبة أخرى جنارية فعوض كعبة كعبتين كعبتين ثلاثة قدر اللي تحب ربع منش... جنارية كلوا ميسيلش فالا مش نلعبوا على النوعية بتاع الجنارية كي تشربوا بني ومفيد كلنا نشربوا ما جنارية نشربوا فالا. دونك هذويا من شيرة الماكلة نتاعنا، اما راهو حكايه القعاد في الدار وما تخرجش زاده لازمنا نخدموا عليه، خاطر احنا نخدموا على شنو يدخل بدن. تعمل لي زيكزيرسيس في الدار؟ لا ماشي هكا هو ماشي ما غير زربه ما غير ما غير معناها تعب انت كبير. انت قادره ليلى باش تعمل تابي في الدار؟ لا ماشي خير تشوفها يا ربي خير. خاصتني لا لا شوف ليلى معناها السيركوي تخرج بالوقت مده سويعه تعمل دوره في بلاصه اللي تعجبك، حاجه مرتاحه في ساقيك مش مثلا شليك ولا تميق ولا حاجه، حاجه مرتاحه لابسه ساقيك فيها وسويعه مده سويعه ضريبه ضريبه ما تقفش اكهو. يمكن المره الاولى باش تصعب عليك عمل حتى ربع ساعه بعد 20 دقيقه وبعد بعد بشويه 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 تلقى روحك قاعده تخف. اما انه بدنك يتحرك ويصرف راهو هذاك الموتور الثاني نتاع رجيمك باش تلعب على ماكلتك مزيد بدنك زاد يزمو يحرق شويه يزمو نلعبوا على الزوز هذوم. فهمنا ليلى فهمت شنو قال لك الدكتور؟ معناتها انت باش تنحي العجين بصفه عامه أي. الحلو بصفه عامه الخبز بيان سور كنقولوا العجين الخبز زاده معاه باش تنحيه باش الحلويات معناتها كيما قال لك ابدا باش تاكلها. في الخضر دكتور شاطر يقول لك باش تنحي البطاطا، السفناريا، البيتغاف على خاطر فيه السكر، هذوما الخضر اللي فيهم السكر، الغلال بيان سور كيف كيف خاطر فيها السكر. دونك باش يقعد لك ليك انت كل ما هو سلطه خضراء من لي تروكيت فقوس طماطم بصل لوبيا خضراء كل الكل الكل خضره عندك الحق باش تاكل تعبي صحفه بالقدا بالخضره تاكل البروتين يا اما عظم يا اما حوت دجاج لحم اسكالوب بيان سور دجاج جامبون تنجم جامبون اذا كنت تحب
وراو مش بالتكلفه نتاع الفلوس نسهل لك بالك شي خاطر الحم تقول القايل فبش لي مصروف وما عنديش كذا. عندك السردينه عندك السردينه عندك الجامبون عندك طريف الاسكالوب عندك كل كله معناتها هذيك بروتين معناتها باش تاخذه. شنو اللي يخرق بالنسبه للزيت باش نخليه كان مغرفتين زيت زيتونه في النهار ما نفوتوهمش مغرفتين كبار نتاع زيت زيتونه شويه تشوي به اللحم ولا الحجي ولا الدجاج ولا السلطه نتاع ولا تحطوا فينيغريت نتاع السلطه الخل والفحا والخل تفوح السلطه نتاعك كيما تحب انت نجمك الزوز مغارف تعمل بيهم حتى السوس نتاع السلطه مخلطه برشا هي ولا هي دللها وتشيخها. بالنسبه للدواك راهو لازم اكيد تاخذ دواء كيما انت ما تبدل حتى شيء الا ما تشاور الطبيب نتاعك بالطبيعه خاطر هو بيدو الطبيب من بعد كي باش تبدا تنقص انت الميزان نتاعك بشويه بشويه باش يوصل مثلا في 90 بعد 80 بعد 70 هو بطبيعته باش يقيس لك وباش يعدل الدواء نتاعك على حسب الميزان. الطب القلب الكل يبعثوا باش العباد تنقص في الميزان خاطر كي ينقصوا ملاحظه هذه وديزيتو تعملت كي ينقصوا في الميزان اوتوماتيكمون ساعات الدواء ينقص ساعات نحيو هذوكم يحكم فيهم طبيب القلب ولا الطبيب المباشر من بعد يحتمل حتى دويك تتحسن وما تاخذوش. الخضره زاده كي تكون مطبوخه باهيه نجم السلطه تنجم تعمل برود مثلا نتاع ليلى انت معناتها اذا كان مش سلطه عندك انت توا احنا مثلا دكتور هذي نسالوك انت خاطر مثلا بتنجيل وقرع فول فول خليه شويه ساعه خاطر فيه نشويات يولي سكر هذيك فول انت تعمل بصل فلفل طماطم بتنجيل قرع براسي طيبهم عندي النقرس يا دكتور اي يزمك على الاقل على الاقل وتاخذ في دواء عليها ياخذ الواحد فما دواء تاخذ فيه عليها ايه. عرفت به اوزلي دونك اي وقتها واش نعملوا يلزمك لازم على الاخر 3 لترات ماء يلزم دبوزه في الصباح ودبوزه في العشيه نتاع الماء خاطر هو النقرس يجي على تراكم نتاع النفايات نتاع البروتينات في البدن كلاسيد وريك يتلم هو يعمل النقرس انك يلزمك تشرب برشا ماء باش البدن الكلاوي تخدم وتخرج النفايات هذوكم ونخدموا اكثر على الخضر من البروتينات البروتينات خليو نسبه معقوله نسبه قليله اعمل كل ما هو بوسط اعمل حوت اعمل شي شويه حوت سردينه غزال سكومبري اللي تحب اللي تحب ومش لازم تكثر منه هذاك ما ينزل اكثر على الخضر فوالا وبالطبيعه تكراو كي تشرب 3 لترات ميه تو تشوف حتى النقرس باش تحسن برشا حتى الدواء باش ينقص برشا هو معروفه كي يشرب اكثر ما يتحسن فوالا واضح دونك الريجيم ليلى واضح يعيشك يا كوثر يعيشك الموعد مع ليلى دونك بعد 15 يوم 15 يوم يعيشك يا ليلى بعد 15 يوم ليلى دونك باش نشوفوا قديش نقصت ميزان اما ماذا بيك اليوم انت باش تبدا الريجيم هكا ولا دكتور توزن روحها تخلي التيكي هذيك عندها باش تبدا عارفه قديش عارف قديش ونهار اللي باش تمشي تعمل الميزان نتاعك باش تبدا فاهمه روحك قديش نقصت اوكي ليلى يعيش ان شاء الله نهارك زين نهارك اسعد ليا دكتور يعيش. سؤال صغير برشا على حكايه السردينه السردينه كي تكون حكوك مصبره نفس المنفعه كي السردينه الفرشكه بالنسبه للعبيد اللي يقولوا لي خير خير منفعه المصبره خير بالحق تولي كونسونتري اكثر في الاوميغا 3 زي بتبيع حاجه مفرشكه ديما خير على يدك كل شيء مي فما ديزيتو تقول لك اللي السردينه كونسيرف زاد كونسنتري اكثر مشبع اكثر بالدهنيات دونك ممتازه انا كل صباح ثلاثة كعبات سردينه في الصباح مع شويه زيت زيتونه شويه جبن ابيض وخبز كومبلي اول حاجه ما عادش تحس بالجوع صباح كامل ثاني حاجة صحيا ممتازة تعطيك النشاط ما تحسش فاشلة وخرق العاتق معناتها النهار اللي ما تخلطش الطيب وتحس بفطورك حقيقة سردينة وسليطة أنت فطرت فطور كامل ممتاز وعندنا صناعة الحقيقة نتاع ربي سردينة بنينة برشا أي وحتى في صناعة
الصناعات الغذائيه نتاعنا حق فما احترام كامل ما ريناش معناها ديك التصرف كيما حاجات اخرين. فما الكونسيرف نتاعنا منظم ومريكل بون بالطبيعه كي نحلوها نثبتوا ونختاروا ماركه اللي تعجبنا. فما خاطر برشا انواع الحاجه اللي الزيتونه تبدا به هي والله الاوزل زيت نباتي معقول وتزيد الزيتونه نتاعك خير برشا. تري بيان يعطيك الصحه دكتور شاطر. ان شاء الله نهارك زين, ان شاء الله نهارك اسعد الايام. سفيان بوهليل موافقه تحب حكيك سردينه وسلايطه؟ قالك نموت على سردينه. شيء طيبه. ملتقانا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت.